اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم، انا اليوم في هذا البث المباشر من مدينه القنيطره. معنا اليوم الدكتور بوعز الخراطي، رئيس الجامعه المغربيه لحقوق المستهلك. مرحبا بك استاذي، ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اليوم عندنا موضوع خاص ولقاء خاص مع الدكتور من الحادثة العمومية اللي ما كتواجدش في المدينة. اليوم غيتعطينا مجموعة ديال المعطيات اللي هي شنو نقول لكم خطيرة، اللي غيتكلمنا عليها الدكتور بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. مرة أخرى مرحبا بك. شكرا، مرحبا بكم في مقر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالتلفزة شوف تيفي، اللي الآن أصبحت واقع لتتحتم بالشأن المحلي والوطني، ونهنئكم على العمل اللي تقوموا به. شكرا لك استاذي الغالي. استاذي، كيف ما تكلمنا عن الموضوع في الكواليس، تكلمنا عن المدينه، المعاناه ديال المدينه وسكنه المدينه خاصه، اللي صراحه ما كيلقاوش مرحلات، وكنشوفوا بعض الناس كنشوفوا المرحلة ديال المقاهي كيكونوا جايين ارضيه، طبعا القهوه ما كيعجبوش الحال، كاين اللي كيمشي كيقول لا ما تدخلش، ما تمشي ماشي زابون عندي، هاد المعاناة قوية. ودابا حنا في الشاطئ، حنا قاعدين في الشاطئ المدينة، تاهو كذلك ما كيتوفروش مجموعة الحوايج. تفضل أستاذ. فالحقيقة القضية ديال المراحيض فهي قضية غريبة، لأن المراحيض تنعرفوا بأن روم في السنة 60 قبل الميلاد، كان ذلك في ذاك الوقت يحكمها القيصر فيزاسبيا، ولاحظ بان العاصمه ديال العالم انذاك بان متوسخه مسخه. لماذا؟ لان الناس يتبولون على الحائط، وامر باش المدينه تجهز بمراحيض. واول فكره اللي جاتو بان المراحيض خاصها تكون مؤدى عنها ماشي مجان. فبالطبع بان ملي وصل الخبر البرلمان عدو مولو السنه انذاك، قلت للبرلمانيين بداو تيستهزئوا منه بان كيفاش المراحيض الفلوس الى اخره. فهو عطى الاوامر ديالو، المدينه جهزت بالمراحيض، داز واحد 8 شهور تقريبا وجمع البرلمان وعيط على انا داك لي زاسكلاب العبيد بان حاملين سكان في ظهورهم، وقال لهم خويو السكان في وسط القاعه ديال السنه. ملي خويو سميتو اشرف دوك السكان فيهم لي سيسترس، وهو النقود ديال ذاك الوقت، وطلب من البرلمانيين باش يشموهم كلهم تيشموا الفلوس. قالوا لي عادي. قال لهم هذوك راه ديال المراحيض. منين جات الاكسبرسيون بان لارجون با دودور، بان لارجون با دودور، بان للنقود ليس لهم رائحه، الاصل ديالها وهما المراحيض العموميه. فبالطبع بان هاتي 60 عام قبل المسيح، واليوم حنا في المغرب في القرن 21 بعد المسيح، جل المدن المغربيه تفتقد المراحيض. هذا ان دل على شيء يدل بان على المسؤولين اللي الناس اللي مرشحين بان هي من المسائل ديال المنتخبين ديال بان المغاربه ليس بملائكه. وبالطبع بان كلما في المدن كلهم تلقوا فيهم جميع المحلات التي يقدموا الخدمه للمستهلك، من مطاعم، من محلات ديال المأكولات الخفيفة، ولكن بالمقابل ما تلقوش المراحيض للإنسان تمشي لدار الراحة، بيت الراحة، اسميتو بيت الراحة. فبالطبع بأن الإنسان وخاصة الناس الكبار وخاصة الناس اللي عندهم المرض أمراض مزمنة بحال داء السكري، الأطفال، النساء،
بان تيكونوا بعض المرات، بعض المرات تيكونوا مضطرين باش يمشيو ورا واحد الشجره ولا هذه ولا سميتو باش يقضي الحاجه ديالو. لا يعقل بان في الرباط من الحذف الصور اللي تيدي ماشي الشله، شله نقيه اللي في الكزا، مع الاسف تتلقى في العشيه الريحه ديال التبول عاطيه تسمعها تقريبا بجوج كيلومتر. هذا العاصمه. ناهيك على بعض المدن السياحيه مثلا بحال مراكش اللي هي العاصمه، هي اللي تجلب الاكثر عدد ديال السياح للمغرب. مثلا ساحه جامع الفناء اللي تيزوروها بين 100,000 حتى 250,000 زائر في الاوقات الدروه، فيها 20 مرحاض قديمه اللي هي الاحتياجات البوست ديال البوليس، اللي مع الاسف ولو بان مقابلينها ولكن غير كافيه. علاش غير كافيه؟ لان لا خرج الانسان من جامع من الساحه ما تيبقاش يلقى المراحل، خاصو يمشي للمقاهي. المقهى ولاو تقريبا دايرين لهم سوارت، خاصك تاخذ لا كونسوماسيون باش تستفد من البيت ديال الراحه. كاينين النساء اللي تيحشموا يدخلوا للقهوه، كاينين كتار كذلك الرجال تيكون مزير. هنا تلقوا بان كاين معضله كبيره، وخاصه تتفاقم هذه المعضله الوقت فاش غادي يجوا عندنا الناس اللي غادي يحضروا للتظاهرات القاريه والتظاهرات الدوليه. كيفاش يجي عندك واحد سائح وما يلقاش فين القضاء الحاجه ديالو؟ هنا تتبين بان احنا في واحد المستوى ضعيف جدا بما يتعلق بالاهتمام بالصحة والراحة ديال المواطن ديالنا. فبالطبع بأن كاينين مثلا الوليدية منطقة سياحية بامتياز، كاينين مراحل ولكن مسدودين. المجلس السهر على تدبير الشأن العام بالوليدية قفلهم. دابا الناس تيمشيو لابلاج، المراحيض راهم كاينين ولكن مسدودين. هذا لا يعقل. علاش؟ بان كاين استهلاك ديال الماء، استهلاك ديال الماء، والجماعه ما باغاش تخلص هذاك الماء اللي غالبا تستعمل الى في الصيف. فبالطبع بان لو كان حسن التدبير بان كاين المياه ديال الصرف، المياه العادمه، المدن الحمد لله في السياسه ديال صاحب الجلاله بان كلها تتجهز بمحطات ديال اعاده المياه العادمه. وعلى سبيل المثال مدينه الرباط، لان هذيك المياه تسقوا بها المناطق الخضراء ومكتوبه بانها غير صالحه للشرب. فلو عندنا المراحيض وعندنا هذه التجهيزات وعندنا هذا الماء، بالطبع بان غادي يستعمل في المراحيض، وما غاديش يبقى المشكل ديال المجالس بان عندنا المشكل بان المواطن تيخسر الماء. هذه من جهه. هذا تيبقى دائما في العقليه بان التدبير من طرف المجالس. احنا في الجامعه المغربيه حقوق المسالك تنقترحوا بان يتفتح السوق للخواص. حان الوقت باش يتفتح السوق للخواص، بانه هو استثمار مهم غادي يوفر مناصب الشغل وغادي يدخل الفلوس لصاحب المشروع وكذلك للجماعه المعنيه. ف المراحيض ضروره صحيه، وهذه المعضله خاص ثلاثه الوزارات اللي خاصهم يسهروا عليها، وزاره الداخليه وزاره الصحه ووزاره السياحه. وياخذوا، انا ما فهمتش بان المسؤولين عندنا كلهم تيسافروا، تيمشيو للمدن، تيمشيو لاي مدينه في خارج الوطن المغربي، تيلفي ما مشى تيلقى المراحيض، هذوك المراحيض المتنقله، اما تتخلص باش تدخل ليها، اما تكون واحد السيده ولا واحد السيد تما في الباب، بان اللي تيسهر على النظافه تيسهر على سميتو تتكون نقيه. فهي ما تطلبش لا كونيكسيون، تيقول لك لا بان هذا المرحاض خصنا يكون عنده ربط بالواد الحار، ربط بالسميتو، ما كاين لا ربط بالواد الحار. كاينين دي تواليت
بورتابل، عندهم جوج ديال الخزان ديال لي سيتان، وحده الفوق اللي تدير الماء اللي غادي يغسلوا به، وحده تحت اللي تجمع الماء العديم اللي تي في الليل، الوحده الليل ولا جوج الليل، تيجيو العمال بالبيكوب ديالهم تيهزوا هذيك ويعمروا الاخرى ويمشيو بحالتهم، بان ما تطلب لا ربط الضوء، بانه دابا الطاقه الشمسيه الحمد لله متوفره، تتكون بان فيها الطاقه الشمسيه، وكذلك بان هذيك المياه ترجع تمشي تتلاح في المحطه ديال معالجه المياه العديمه. اذا ما كاينش الخساره، المشروع كله مربح، ولكن حنا ماشي الربح اللي تهمنا، الربح اللي تهمنا وهو بان الصوره ديال البلد ديالنا والراحه ديال المستهلك. شكرا دكتور. لا شكرا على وجهك. الزخرتي رئيس الجامعه المغربيه. اي حزين تلقاو بس اخر ان شاء الله، كنتمنى انكم تبارك تشوفوا فضل الله ويسع امان مره اخرى. شكرا لك. لا شكرا.